من نجم النجوم ونجم منتخب مصر كابتن عبد الله عبد السلام، مبارك لك طبعا يا كابتن عبد الله، اداء رائع كالعاده وعندكم اصرار كبير. زي ما قلنا كان عندنا ظروف صعبه في بطوله الطائره، قابلتنا ظروف صعبه في بطوله الكاس، لكن الاصرار والتحدي ده مش غريب على النادي الاهلي. طبعا الحمد لله رب العالمين، ببارك للجهاز الفني المحترم بقياده ميدو، طبعا ربنا يبارك له، شخصيه محترمه ومدرب محترم، اخ كبير قبل ما يكون مدير فني من اللعيبه. ببارك له وببارك للجهاز الفني اللي معاه، تامر تايجر، محمود جمعه، والجهاز الطبي وابو دكتور هيثم وابو الحسن ومكي واعمل عامل الغرف، ببارك لهم كلهم، ببارك لعيبه الرجاله. طبعا الحمد لله اصرار، ده مجهود سنه مشقه، تعبنا كتير قوي جدا، فالحمد لله رب العالمين ربنا قدر يكمل مجهودنا بالفوز بالدوري والكاس وافريقيا، والله الحمد رب العالمين. الناس ما تعرفش الكواليس والصعوبات اللي قابلتنا، لو بسال الكابتن عبد الله اصعب الكواليس ايه بجانب اصابه احمد قطب؟ كانت اصابه احمد عبد العال وعاد شكري وعاد وسوق شكري كمان في مباراه الزمالك، الكواليس عباره عن ايه يا كابتن عبد الله؟ والله اصعب الكواليس عندنا يعني بعد بطوله الدوري، خلاص انت خلصت وربنا كرمك بطوله الدوري، بتسافر على بولندا عشان معسكر البطوله الافريقيه. طبعا بشكر اللعيبه جدا، يعني قضينا فتره كبيره مع بعض ووقت كتير مع بعض جوه الملعب وفي معسكرات اكتر ما قضينا مع اهلنا، فطبعا بشكرهم على المجهود والفتره اللي عدت ديت، وبشكر طبعا اللعيبه اللي كانت مصابه جت على اصابتها ولعبت وركزت. طبعا بقول له قطب مبروك، من احد اهم اساسيه في الفريق، عنده اصابه ربنا يشفيه يا رب ويرجع احسن من الاول. ببارك الجهاز الفني المحترم، ايد واحده الحمد لله، تركيز حب واخلاص في العمل، ربنا بيكلله بالمجهود بالبطولات دي، الحمد لله رب العالمين، ربنا يعزك. شكرا شكرا.